أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة من دون طيار شنت بعيد ظهر هذا السبت أول غارة في ليبيا. متحدث عسكري رفض في رسالة إلكترونية الكشف عن أي تفاصيل إضافية عن هدف الغارة أو المنطقة التي نفذت فيها. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعطى الخميس موافقته على استخدام هذه الطائرات لمساعدة الثوار الليبيين. الثوار الليبيون كما المدنيون في بنغازي أيدوا استخدام هذه الطائرات لقصف قوات العقيد معمر القذافي، على الرغم من احتمال سقوط ضحايا بين المدنيين بسبب الخسائر الجانبية التي قد تسفر عنها ضربات هذه الطائرات التي يديرها عن بعد طيارون في الولايات المتحدة.